التضحيه ربما تكون لله تضحيه مضح ولكنها لا تكون في خط الله لا تخدعنكم الشعارات لا يخدعنكم البريق ربما حتى القائم بالتضحيه حتى القائم بالعمل يعيش حالة جهل مركب، واقعا يظن انه يعمل لله ولكن هل حقيقة يعمل لله؟ هذه قضية محورية. الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه واله يقول حديث لطيف. يقول لا قول إلا بعمل الحر العامل ينقل هذا الحديث في وسائل الشيعة. لا قول إلا بعمل. المقطع الثاني ولا قول ولا عمل إلا بنية. انتهت القضية؟ القول والعمل والنية. هل تنتهي القضية عند هذا الحد؟ كلا. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يضيف ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السن يعني أن يكون في خط الله لا أن يكون العمل لله فقط إصابة السن اوضح نموذج عندنا في هذا المجال حركه الخوارج في التاريخ المحدث القمي رحمه الله عليه في سفينه البحار ينقل بعض الخوارج كانوا مضللين تضليل يعني حقيقه يظن ان علي بن ابي طالب كافر والعياذ بالله غسيل دماغ جهل وبعضهم كانوا معاندين متجاهلين القران الكريم يقول الذين ظلّ سعيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هذا هو الأخسر لان خسر الدنيا وخسر الاخره لعله لهذا المنطق الرجل الاخر في جبهته اثار السجود ياتي الى النبي الاعظم صلى الله عليه واله ويقول له اعدل ما اراك عدلت فقال النبي صلى الله عليه واله: اذا لم اعدل فمن يعدل؟ اذا النبي مو عادل، اذا من هو العادل؟ احد الخوارج، يعني الذين كانوا منشا لحركه الخوارج. الخوارج مو قضيه تاريخيه، الخوارج قضيه حاضره معاصره، هؤلاء الخوارج الذين نشاهدهم في العراق، الا نشاهد هذا النمط من الفكر ياخذون الموالين لاهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين ويقولون له اشتم علي بن ابي طالب والا نقتلك نذبحك. علي بن ابي طالب الذي هو نفس رسول الله بايه المباهله. الذي قال فيه النبي الأعظم حربك حربي وسلمك سلمي اشتم وإلا نقتل ربما بعض الأفراد حقيقة يكون هنا لغسيل دماغ لهم حقيقة لعله بعضهم لعله يظن أنه إذا قام بعملية انتحارية سوف يدخل الجنة هذه التضحية لا قيمة لها ولا قي ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السن في أي خط تمشي احنا أيضا يجب أن نفكر كذلك كل واحد منا في كل جزئي من جزئيات حياتنا في أي خط نمشي؟ هل هذا خط الله أو خط الشيطان؟